يقول السائل فضيلة الشيخ بالنسبة للسواك ما هي أوقاته وكيف كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وهل للنساء أن تستاك؟ السواك مستحب للرجال وللنساء وأوقاته حينما يستيقظ من النوم وحينما يريد أن يتوضأ وحينما يريد أن يصلي وحينما يتغير رائحة فمه فإنه يستاك في هذه الأحوال ليزيل رائحة الفم. نعم.